للتخسيس وفقدان الوزن وأهم الخصائص العلاجية الأخرى. تنصح قناة ميكس بروفيت بتناول الصمغ العربي الهشاب الأصلي والذي يتمتع بجودة عالية. كما يمكنكم التواصل معنا على الرقم الظاهر على الشاشة. يا رب يشفيكم ويشفيني ويشفي كل مريض، قولوا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن موضوع بسيط ولكن هنتكلم عنه بالتفصيل نوعا ما، فيديو يعني فيديو سريع كده وبسيط إن شاء الله بإذن الله، بس هناخد الموضوع من كل الجوانب اللي بتهم مريض الغسيل الكلوي، تمام؟ وهنتكلم بخصوص التبول، كمية البول وإيه اللي بيحصل عشان المريض يفهم كل الأمور دي بشكل مفصل، تمام؟ أول حاجة هنعرف الوظيفة الأساسية للكلى. كلنا عارفين الوظيفة الأساسية للكلى هي التخلص من الفضلات والسموم الموجودة في الدم، وأيضا تنظيم مستويات السوائل والملح في الجسم. لما يحصل قصور او فشل كلوي، الكلى بتفقد قدرتها يا اما جزئيا او كليا عن هذه الوظيفه، تمام؟ بيتم وجود الغسيل الكلوي اللي بيقوم، يعني ممكن نقول بيقوم بوظيفه الكلى، تمام؟ الكلى بتظبط المعادن، الغسيل بيقوم بنفس الوظيفه، بيظبط المعادن وبيغسل الدم وبيخلي كل حاجه في المستويات الطبيعيه قدر الامكان، تمام؟ طيب هنتكلم علاقة الغسيل الكلوي بالبول والتبول. الغسيل بيزيد السوائل الزايدة في الجسم اللي ممكن تتضمن البول، لذلك قد يجد الأشخاص اللي بيغسلوا ان حجم البول اللي يعني المفروض ان هم بيخرجوه بيقل بعد الغسيل. بمعنى آخر، حجم البول قبل الغسيل ممكن يكون كتير بسبب محاولة التخلص من السوائل المكدسة في الجسم، فالغسيل بيتخلص من السوائل الزايده في الجسم وده بيخلي حجم البول بيقل بعد الغسيل، تمام؟ الحاجه الثالثه، تاثير حجم البول على الغسيل. الاشخاص الذين يستطيعون التبول بشكل طبيعي ممكن يحتاجوا الى جلسات غسيل اقل، لان الكلى لا تزال تقوم ببعض الوظائف. اما الاشخاص اللي مش بيقدروا يتبولوا نهائيا بيحتاجوا لجلسات غسيل اكتر. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الناس او الافراد او المرضى اللي بيستطيعوا التبول بشكل طبيعي بيحتاجوا جلسات غسيل نوعا ما اقل، تمام؟ او ان الدم نفسه ما بيكونش ملوث بنفس الكميه اللي بتكون لو ما فيش تبول خالص، تمام؟ والعكس صحيح. طيب بالنسبه للحفاظ على حجم البول، الحفاظ على القدره على التبول قد يكون مفيد للاشخاص اللي بيغسلوا. يمكن تحقيق ذلك من خلال ايه؟ من خلال الحفاظ على نظام غذائي صحي، الحفاظ على وزن صحي، ممارسه الرياضه قدر الامكان. يعني المريض بيكون مريض تعبان ومش قادر، بس لا، ممارسه الرياضه والنظام الغذائي والوزن المثالي بتكون عوامل مهمه جدا 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 في الحفاظ على التبول وان هو يفضل يتبول، تمام؟ في احيانا بيحصل تبول زائد بعد الغسيل. بعض الاشخاص ممكن نلاحظ انهم بيتبولوا اكتر بعد عمليه الغسيل الكلوي. هذا قد يكون نتيجه لازاله السوائل الزائده من الجسم خلال الغسيل. يعني ايه الكلام ده؟ احيانا يحدث تبول زائد كتير بعد الغسيل الكلوي بسبب التغير في توازن المعادن بسبب الغسيل. الغسيل ايضا بيحفز الجهاز البولي، يعني الغسيل من ناحيه هو بيحفز الجهاز البولي، من ناحيه ثانيه التغير في توازن المعادن، انت كانت عندك معادن زياده لما عملت غسيل قلت المعادن دي. التغير، هذا التغير الجسم بنظام الجسم بيواجهه بايه؟ بمرات تبول اكتر، تمام؟ طيب بعد كده اضطرابات البول بعد عمليه الغسيل. بعض الاشخاص، وده مش عند كل الاشخاص، بعض الاشخاص ممكن يلاحظوا تغير في اللون او في الريحه او في حجم البول او حتى في عدد مرات التبول، تمام؟ طبعا لو حصل الموضوع ده بشكل مزعج يفضل ان احنا نستشير الطبيب على طول، تمام؟ طيب بعض الادويه وعلاقتها بالتبول بعد الغسيل. بعض الادويه اللي بتستخدم في الغسيل قد تؤثر على القدره على التبول، تمام؟ وايضا برضو الموضوع ده لو لاحظت ان ممكن الادويه دي مؤثره على التبول، ايضا بنناقش ده مع الطبيب، ممكن يغير نوع العلاج او يديك حاجه ثانيه او هو يقيم الوضع حسب ما يراه مناسب علشان انت ترجع للعادات الخاصه بالبول بشكلها الطبيعي، تمام؟ بعد كده المحافظه على البطانه الداخليه للكلى. يا جماعه الجفاف يمكن ان يتلف انسجه الكلى ويقلل من قدرتها على انتاج البول.
لذلك يجب الحرص على تناول الكمية المناسبة من السوائل. أيضا السوائل مش هاخد مية كده أو سوائل بكمية كبيرة، لا، يعني بناء على إن إحنا نظبط مع الطبيب وهو ونكلمه في الموضوع ده، وهو يقول لك والله أنت محتاج قد إيه مية، تمام، أو أنت نتجنب الجفاف إزاي، تمام. بعد كده طب إيه الحالات الطبية الأخرى المتعلقة بالتبول؟ بعض الحالات الطبية الأخرى زي السكري، زي ارتفاع ضغط الدم، ده ممكن يؤثر على القدرة على التبول. أيضا بيكون من الطبيعي توفير الرعاية الطبية المناسبة لهذه الحالات للحفاظ على القدرة على التبول. لو في سكري يفضل إن هو يتعالج، لو في ضغط دم هو أكيد بيكون في ضغط دم مع حالات الفشل الكلوي، لكن يفضل ضغط الدم باستمرار، تمام. دول الاثنين دول بيكون ليهم علاقة بالتبول، تمام. أيضا التبول ونوعية الحياة. يعني إيه نوعية الحياة؟ القدرة على التبول بشكل طبيعي يمكن أن يؤثر على نوعية الحياة للأشخاص اللي بيغسلوا. الأشخاص اللي مش بيتبولوا ممكن يعانوا من التورم والانتفاخ، وده ممكن يؤثر على الراحة والقدرة على القيام بالأنشطة اليومية. الشخص اللي بيتبول يعني ممكن يمارس حياته بشكل طبيعي ويقوم بشكل بمهام البيت أو مهام الوظيفة أكتر من الشخص اللي هو لا يتبول نهائيا، تمام. ربنا يا رب يشفي كل مريض. في النهاية عايز أقول حاجة مهمة جدا جدا، ما ننساش أن الصمغ العربي الهشاب من أفضل العلاجات، أو يعتبر العلاج الوحيد لحالات الفشل الكلوي وارتفاع الكرياتينين. بس طبعا زي ما بقول كل مرة، وسامحوني أن أنا بكرر ده دايما، ضروري يكون هشاب، لأن أنواع أخرى زي القطع الخام اللي عند العطار مش مفيدة خالص لعلاج، ومش مخصص لعلاج الفشل والقصور الكلوي. ولو عايزين نوع فأنا بنصحكم دايما بنوع ناتوريا، هو الوحيد في الوطن العربي أو في الشرق الأوسط، تمام، اللي هو هشاب نقي بنسبة تفوق 98% وسعره في متناول الإيد، ومهم جدا جدا لحالات، الحمد لله جاب نتائج ممتازة لحالات القصور الكلوي، تمام. لو حضرتك استفدت من الفيديو هيشرفني ودعمني انك تضغط لايك للفيديو، ما تطلعش من الفيديو قبل ما تشترك في القناة لو مش مشترك. أحبكم في الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.